مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، إسلام ناصر على التنفيذ، إسلام ومعاه زميله هنشوف إسلام، وعلى طول تتلعب في اتجاه المرمى، خطرة جدا خطرة جدا ومش ممكن، يعني فرصة خطرة جدا. لا والله هدف، إدى هدف حكم اللقاء، إدى هدف حكم اللقاء محمد محمود، والهدف الأول لنادي بتروجيت في مباراة اليوم، هنشوفها أكيد مرة تانية وهنشوف الدنيا كلها. أدي بقى الهدف الأول في أحداث هذا اللقاء لصالح نادي بتروجيت عن طريق اللاعب أحمد سيد. أدي الكورة وأدي التصويبة في اتجاه المرمى للنادي الاهلي، وادي اللقطه وادي المحاوله وادي الكوره، وهل بقى عدت ما عدتش، وهدف اول والركله الحره لصالح النادي الاهلي في هذه اللحظات. وامامنا اللاعب يوسف عفيفي بيلعبها، ويوسف بيلعب كره عرضيه داخل المنطقه. بقول لحضراتكم لسه بتكلم ولسه بحكي، ومعتز محمد يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي، ويفرق ايه الورده عنك غير انه واخد جماله منك يا معتز. هدف حلو قوي للنادي الاهلي في مباراه اليوم، والكره العرضيه امام انظار بقى خالد بيبو، وهدف التعادل، هدف التعادل. ادي الكره العرضيه يوسف عفيفي، وادي الراجل واللعبه الراسيه الحلوه، اللعبه الراسيه الجميله والكره الراسيه الرائعه جدا على يسار حارس المرمى حمزه خالد، ويسجل الاهلي هدف التعادل. بيتمشى كده احمد سيد وبيلعب الكوره اماميه في اتجاه زميله زياد سامح، وترجع مره ثانيه لاحمد حلمي، وكره عرضيه خطيره جدا، والهدف الثاني خطيره جدا، والهدف الثاني لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم، الهدف الثاني لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي بقى امامنا اللاعب عبد الله عصام، عبد الله عصام بيسجل الهدف الثاني لبتروجيت في احداث هذا اللقاء، وسط غفله كده من دفاعات النادي الاهلي، كره عرضيه اتلعبت من ناحيه اليمين داخل منطقة الجزاء، عدت من الكل، وعلى طول عبد الله عصام يعني بيسجل. ادي الهجمة وادي اللقطة وادي للمرور، والكرة اللي اتلعبت للاعب احمد حلمي، شوف احمد حلمي اخذ الكرة ولعبها عرضية وعدت من الكل، وحاول عليها اللاعب سيف ايمن ولكن وصلت الى عبد الله عصام اللي حطها على يمين حارس المرمى. كرة في وسط الملعب، ادي التمريرة الامامية، يوسف جمال رقم 24 نزل بدلا من اللاعب سيف ايمن، ادي كره عرضيه لزعلوك داخل منطقه، جول 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 جول، التعادل التعادل ياتي في مباراه اليوم. محمد رأفت وسدد شكر للمولى في هذه اللقطه، وهدف التعادل، ويا حته سكره كرتك في الشبكه منوره، هدف جميل جدا للاعب محمد رأفت، وعرضيه رائعه من اللاعب محمد زعلوك، ومحمد رأفت يسجل، ثنائي الهجوم يسجل يعني بتمريره ولعبه جميله، ويعني كوره كده داخل الشباك عن طريق اللاعب محمد. بيراميدز كانت انتهت بالتعادل 0-0، المصري مع المقاولون العرب 2-1 المصري. ادي قصه الهدف الجميل، ادي زعلوك، وادي بقى هنا اللاعب محمد رأفت، يا ولد يا لعيب، منتهى الهدوء وحطها حلو قوي. زملائه او مجموعه من زملائه اللي موجودين على مقاعد البدلاء، ادي كره محمد رأفت لزعلوك لرأفت، وكره حلوه قوي تتلعب جميله جدا، وادي بقى حلوه الهداف اهو، الهداف اهو يوسف عفيفي، يوسف عفيفي يا سلام عليك يا يوسف، بيسجل الهدف الثالث ليها على المستوى الشخصي، والهدف الثالث للنادي الاهلي في المباراه. يا سلام على اللمسه واللعبه والتكات والحركات والشغل العالي جدا يا ولد يا يوسف يا عفيفي، وسجل هدف ثالث وفرحان وسعيد، وجمهور الاهلي برضو معاك فرحان وسعيد، ربنا يكرمك يا ابني، وفرحه كبيره جدا. وادي بقى بيتلقى التحيه من الكابتن سامر عبد الرحمن وبقيه اعضاء الجهاز الفني، انما متعنا متعنا، شوف الكوره، ادي يا ولد يا لعيب حلو قوي، اتلعبت بين رأفت وبين زعلوك، ولمسه والثالثه والاستلام، وشوف يوسف عفيفي بيعمل ايه يا ولد على التوجيه، يا ولد على التوجيه، وسط ثلاثة اللي برضه لسه نازل، وأول لمسة ليه اللاعب اللي أمام حضراتكم سيف أيمن، بيلعب الكرة سيف أيمن عالية داخل المنطقة، وحارس المرمى بيطلع، وخطر جدا، وحكم اللقاء ما اداش حاجة في اللقطة الماضية، وخطر، وهدف، وهدف التعادل، وهدف التعادل في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء عن طريق اللاعب زياد سامح، عن طريق زياد سامح بيسجل هدف التعادل زياد بكورة اتلعبت عرضيه، وطلع حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي، ولكن التكمله الهجوميه لنادي بتروجيت، والهدف الثالث هدف التعادل. ايه الماتش الحلو ده، الماتش مشتعل جدا، ادي اللقطه ادي اللقطه، وادي على طول هنا حارس المرمى طالع وبيحاول يمسك هنا حازم جمال، وتعود الكره للاعب شريف عوض، ومره ثانيه وترجع ودربكه، وحاول عليها طبعا لاعب النادي الاهلي الحقيقه يوسف جمال، يوسف جمال، والركله الركنيه لصالح النادي الاهلي من الجانب الايسر من ملعب المباراه في
في الوقت بقى المحتسب بدلا من الضائع الاهلي يبحث عن هدف التقدم وهدف الفوز. وادي الكره العرضيه، وادي اللمسه الراسيه، جول 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 جول. قدروا يعملوها الابطال، عملوها الرجال وسجلوا الهدف الرابع في مباراه اليوم، وهدف جميل جدا، هدف حلو قوي. ولسه بنتساءل وبنقول وبالفعل فارس كان فارس كبير جدا، وقدر ان هو يسجل الهدف الرابع بلعبه راسيه حلوه. هدف رابع للنادي الاهلي في مباراه اليوم، هدف رابع للاهلي. ركله ركنيه اتلعبت عرضيه من اللاعب يوسف جمال، وادي اللعبه الراسيه في منتهى الجمال، وجول جول جول للنادي الاهلي، الهدف الرابع في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء.